التوقف عامة في كل جوانب الحياة بيكون وقت. يعني حضرتك كنت بتتكلم على العصور الوسطى دلوقتي. بالزبط. ايه الحالة اللي تم فيها حالة التوقف؟ الحالة دي بقى اللي هي زي ما قلت لحضرتك ان البشر او كيانات معينة او مؤسسات معينة او افراد او سلطات حتى معينة بتعرقل العقل عن التفكير وبتحاول تفرض سيطرتها وسطوتها وايديولوجيتها في فترة معينة بحيث توقف عملية التغير او عملية التوتر او التطور او عملية التقدم بشكل عام. انها بتحافظ على ايديولوجيتها حتى تبقى كما هي في مكانها وما فيش اي فئات اخرى ممكن جدا لمصالحها الخاصة. بالظبط كده. وده بيحدث يا فندم في كل حضرتك شفتي في العصور الوسطى سلطة الكنيسة على سبيل المثال وفرض صكوك الغفران وما إلى ذلك، مش عايزين نخوض في المسائل دي قوي، لكن هي عموما إن فئة معينة أو سلطة معينة بتحاول تفرض سيطرتها وسطوتها بحيث أنها تحافظ على الوضع القائم، الحفاظ عليه كما هو دون تغيير.